الثلاثة فعلا طلعوا عملوا مجهود قوي جدا، كان يمكن أحسن ثلاثة، يمكن من ضمن الحلو الكويسين في ايوه الملعب، زي مثلا منسي، سيف جعفر، وشلبي. طلعوا تعب علشان في الماتشات متلاحقة ورا بعض، كل 3 أيام ماتش، فده كان تفكير كويس من الجهاز الفني المساعد. طبعا، يعني كل التغييرات زي ما قلنا من بدايه الاستوديو يا كابتن، برضو احنا عندنا مشكله بدنيه عند اللعيبه من ايام مستر فيريرا، والنهارده يعني مدحت تغييراته كلها كانت واحد بواحد لمشاكل بدنيه. يعني ناصر منسي عمل شغل كويس جدا وكان محطه كويسه جدا، ولما خرجه نزل الجزيري، والسيسي نفس القصه. يمكن كنا بنتكلم شويه نقول ممكن احمد بالحاج مكان سيف جعفر، لكن مدحت يمكن عايز يامن نص الملعب كويس قوي، عايز يقفل نص الملعب، عايز يقفل الهجمات اللي ممكن يعملها البنك الاهلي من العمق، فنزل السيسي عشان يلعب هو ودونجا ويشتغلوا في نص الملعب، ومعاهم عبد الغني بيسقط بيبقى في قلب السرد باكين عشان يقفل منطقه العمق كلها. التغيير الثالث عمل نضاي مكان مصطفى شلبي، علشان برضو نفس القصه، مصطفى شلبي اشتغل بشكل كويس قوي الشوط الاولاني، الشوط الثاني يمكن حصل شويه هبوط في المستوى البدني، عشان كده غيروا بنداي. فالثلاث تغييرات هي كلها كانت لمشاكل بدنيه من جوه الملعب، لكن ادار المباراه بشكل كويس، بشكل كويس جدا، اللعيبه ادت بشكل كويس جدا جوه الملعب. المشاكل البدنيه دي ان شاء الله هتتحل، زي ما قال الكابتن حماده النتائج هتدي ثقه للعيبه، نبتدي نشوف زيزو في مستوى افضل من كده كمان، هنبتدي نشوف مصطفى شلبي، لكن مع النتائج الجيده والنتائج الايجابيه هي دي اللي هتخلي اللعيبه تدخل جوه الاجواء ويرجع نادي الزمالك زي الاول ان شاء الله. إن شاء الله.